بالنسبة لصلاة الجماعة في السفر، هل تصح في المنزل إذا كنا جماعة؟ إذا كنتم جماعة بمكان بعيد عن المساجد فلا بأس، وإن كنتم في مكان قريب فأنتم وأهل البلد سواء، في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وقوله للرجل الذي استأذنه أن يدع الجماعة، قال: أن تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكذلك الجمعة، إذا كنتم في بلد وأقيمت الجمعة وجب عليكم حضور الجمعة، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم.